مقادة كبيرة قد هكايا، المهم كينزل عليها غير الراس وقزرها وبالسيف دقة شي من هنايا غادا، المهم راسها راه من هنا داير حتى لهنا، المهم كامل ما فيه ما يتشاف ديالها. قالوا له راها مازال عايشة ما تصدم. الأخت ديالي كانت المهم ماشي مغننة مع الزوج ديالها، راه أي واحد كيوقع في هذا المشكل هذا، ولكن جات زاوق قالك أنا يا خاصني ندي المرأة ديالي للدار وأنا إن شاء الله فيها وما يخصها تاخير معايا وما عمري نولي نعير فيها ولا نضربها وبزاف ديال الحوايج، راه مدة طويلة وهم مزوجين ماشي زعما يعني عام ولا عامين ولا أربع سنين ولا خمس سنين، راه 13 سنة ولا 14 سنة، راه ماشي سهلة ديال العشرة. وصافي داها للدار دوزت معاه شي سيمانة، وانت عارفة تي تعاطى المخدرات كي بزاف ديال الحوايج، راه صافي تدور له شي حاجة في راسو، ما بانت له غير المرأة ديالو يتعدى عليها يتكرفص عليها. تعدى عليها بالسلاح الابيض وداها لواحد الغابه، وقيل يومين هو رابطها ما ثلاث ايام تكرفص عليها ما خلاش فيها. كي داير هاد الحاله هادي راه ما شاء الله وصافي، راه الدق هذا كامل ماشي ديال الموس وماشي ديال هذا، ديال السيف واحد المقده، مقده كبيره قد هكايا، المهم كينزل عليها غير الراس وقزرها وبالسيف، راه جميع الأسلحة ماشي غير الموم، المهم الموس راه ما كايناش، الدق ديال الموس راه باين، هادي الدق ديال لا ماشي كان باغي، راه قاتلها هو ماشي زعما كان باغي يقتلها، راه قاتلها يعني زعما منين مشى قدم راسو راه قاتل، ماشي زعما يعني ضارب عاد تيتقدم راسو، مشى قدم راسو ومشى قال لهم أنا راه قاتل. شحال عندها العيال؟ عندها ثلاثة. ثلاثة العيال؟ أه. الدق فين جاها كاع؟ في الجسم ديالها كامل، ويدها راه مقطعه، والدقه في الراس ديالها راه المهم راه ماشي دقه، ما عمري شفت انا هذاك الدق كامل، ماشي زعما راسها راه ماشي هادشي اللي قالوا لنا الاطباء، راسها راه ماشي مضروب، راسها راه مهرس مفتوح مهرس. ومن بعد منين دوزت واحد اليومين ولا ثلاث ايام قالوا له راها لي جوندار كيتواصلوا معنا وكذا كيشوفوا الحاله ديالها، قالوا له راها مازال عايشه ما تصدم، واحد الحاله ما يعني زعما يقدم راسو وقاتل ويقولوا له راها مازال عايشه، راه كي واحد الصدمه وتكرفص عليها. الحمد لله كاين القانون، علاش تكرفص على هذه البنت هذه وتكرفص تكرفصنا حتى هنايا؟ واش كيتهمها بشي حاجه مثلا؟ كيقول عملت له شي حاجه؟ ما كيتهمها بتا شي حاجه، هو يا المهم راه انتي عارفه نقاش وزعما يعني كون كان نقاش ديال هاد الحاله هادي، الحمد لله كاين المخزن خرجوها من الانعاش، دابا الحمد لله تزوجت مرحله الخطر. المهم ما بقاتش كتهضر شي شويه وكت المهم ما بقاتش عقلاش عليهم، كنقول لها انا عييت ما نقول لها الاسم الاسماء ديال الوليدات ديالها ما كتعقلش، راه ماشي كتحسب الشمشه، اي واحد في بلاصتي يتعدلوا على ختو بحال هكا ولا اي واحد ضروري غادي يحس بالشمته وغادي المهم. نتوما شنو كطالبوا دابا؟ شنو دابا حنا كنطالبوا؟ غير المجرم ياخذ العقاب ديالو صافي، هادشي اللي كاين. المهم هذيك الطفله رزها في الصحه ديالها، انا كنتمنى المواطنين والشباب اللي كيتعاطى لهاد المخدر ولا هادشي من الاحسن اللي يبعد، حيت هادشي راه خطير وبزاف ديال الناس كيتعطاو لهادشي هذا، كيدمروا الحياه ديالهم ويدمروا الحياه ديال الناس، المجرمين في الحبس والضحيه في السبيطار، الوليدات مساكن راهم مشردين، وحتى لا خرجت هاد البنت هادي مسكينه الصحيحه ديالها ما بقاش هو هذاك. انا كنطلب المهم راه العقل ديالها المهم ولات مختله عقليا، المهم الحاله ديالها النفسيه ما بقاتش كيما العاده ولات في شي شكل، وكنتمنى المساعده لهاد البنت هادي، راها جاب الله وتشاف راه ما غاداش تبقى كيما كانت، راه ما تقدر دير والو ما تخدم. المهم الام في السبيطار والاب ديال الوليدات في الحبس، والوليدات غيبقاو مشردين، ضروري خصهم شي مساعده خصهم شي حاجه. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.